أبرز الأخبار من قناة المحور، أهلا بكم. يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة الذي يعقد بدعوة مشتركة من الرئيس السيسي والعاهل الأردني وسكرتير عام الأمم المتحدة، وتستضيفه المملكة الأردنية الشقيقة بالبحر الميت، ويهدف إلى حشد دعم المجتمع الدولي لجهود الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة، وذلك بمشاركة عددا من رؤساء الدول والحكومات والمنظمات الإنسانية والإغاثية الدولية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي بأن المؤتمر ينعقد في ظل تفاقم الأوضاع بشكل غير مسبوق في قطاع غزة، حيث من المقرر أن يتناول المؤتمر الشق الإنساني الخاص بمسألة نفاذ المساعدات إلى قطاع غزة وكيفية مواجهة الكارثة الإنسانية التي يعاني منها المدنيون بالقطاع، ومن ثم دعم جهود الإغاثة الإنسانية لوكالات الأمم المتحدة، لا سيما وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا والمنظمات الأخرى العاملة في المجال الإنساني والمعنية باستلام وتوزيع المساعدات داخل قطاع غزة. ومن المقرر كذلك أن يتشاور الرئيس السيسي على هامش المؤتمر مع القادة المشاركين بالمؤتمر حول مستجدات جهود التوصل لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية. رحبت وزارة الخارجية بالقرار الصادر عن مجلس الأمن لدعم الصفقة الخاصة بالتوصل لوقف شامل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة وما تضمنته من تبادل للأسرى والمحتجزين والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة وعودة المواطنين الفلسطينيين النازحين بشكل آمن إلى منازلهم في المناطق المختلفة بالقطاع، فضلا عن ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل يلبي احتياجات سكان القطاع. وجددت وزارة الخارجية مطالبتها لإسرائيل بأهمية الامتثال لالتزاماتها وفقا لأحكام القانون الدولي ووقف الحرب التي تشنها ضد قطاع غزة وما تسببت فيه من قتل وتدمير طال الفلسطينيين وكامل البنية التحتية في القطاع، داعية كل من إسرائيل وحماس لاتخاذ خطوات جادة تجاه إتمام هذه الصفقة في أسرع وقت والبدء في تنفيذ بنودها دون تأخير أو مشروطية. وأعادت مصر التأكيد على ضرورة التحرك الجاد من قبل الأطراف الدولية لإيجاد الأفق السياسي لتنفيذ حل الدولتين كونه الضمانة الوحيدة لإنهاء الأزمة من جذورها، ودعم ركائز الاستقرار والتعايش في المنطقة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة متصلة الأراضي على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية جنبا إلى جنب مع إسرائيل. شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليوم انطلاق الملتقى الأول لبنك التنمية الجديدة في مصر الذي تستضيف مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس السيسي، ويتم تنظيمه بشكل مشترك من قبل وزارة التعاون الدولي وبنك التنمية الجديد. وأوضح الدكتور مدبولي خلال كلمته أن مصر أول دولة من أعضاء بنك التنمية الجديد يعقد فيها مؤتمر البنك، مشيرا إلى أن عقد هذا الملتقى يأتي في مرحلة دقيقة للغاية وسط تطورات دولية لها تأثيرها على الاقتصاديات الدولية. وأضاف رئيس الوزراء إن مصر سعت لمواجهة الأزمة العالمية وما فرضته من تحديات لخفض التضخم وترشيد الواردات وإصدار قانون المنافسة وتوفير الحماية للفئات محدودة الدخل، مؤكدا أن التوجه الاستراتيجي لمصر نحو البريكس لا يجب بأي حال من الأحوال تفسيره أنه معادي لأي جهة، وإنما يهدف لإصلاح النظام الحالي. أجرى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل جولة تفقدية بمحطة أسوان للسكك الحديدية، وذلك لمتابعة انتظام جداول التشغيل والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب، حيث تفقد الوزير أرصفة وساحة المحطة وشبابيك التذاكر بالتزامن مع صرف تذاكر قطارات عيد الأضحى المبارك، ووجه بتقديم كافة التسهيلات للركاب لتسهيل حركة تنقلاتهم عبر خطوط الهيئة المختلفة. كما تابع الوزير خلال جولته التفقدية أعمال التطوير التي تتم بالورشة والتي تنفذها النيل العامة للإنشاء والطرق التابعة لوزارة النقل. وأشار وزير النقل إلى أن تطوير ورش أسوان للسكك الحديدية يأتي في إطار تنفيذ وزارة النقل لخطة شاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية تشتمل على 5 عناصر هي الوحدات المتحركة وتجديد السكة وتحديث نظم الإشارات والتطوير الشامل للورش، بالإضافة إلى تدريب وتثقيف العنصر البشري.
أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم خدمات الكشف والعلاج لـ 11,220 حاجاً ترددوا على عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، بينهم 9,200 حالة تلقت الخدمة في عيادات مكة المكرمة و2,020 حالة في المدينة المنورة. وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أنه تم تحويل 737 حالة مرضية للمستشفيات السعودية، منهم 705 حالة في مستشفيات مكة المكرمة و32 حالة في مستشفيات المدينة، حيث غادروا جميعا المستشفيات بعد تلقي الخدمات الطبية اللازمة فيما عدا 22 حالة، مضيفا أنه تم التنسيق لعمل جلسات الغسيل الكلوي لست حالات من الحجاج المصريين. يخوض منتخب مصر الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي في 7 مساء اليوم المباراة الودية الثانية أمام نظيره الإيفواري باستاد القاهرة الدولي ضمن استعدادات الفراعنة للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. وأدى المنتخب الأولمبي المباراة الودية الأولى أمام كوتيفوار مساء الجمعة الماضي، وانتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف.